ومعنا عبر الهاتف من المنامة مدير عام مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. سيد رجب، كيف هو الوضع الآن في البحرين؟ والله الآن في هدوء على ما حصل اليوم من قتلى. الناس في حالة فزع، والناس تنتظر بترقب ما سوف يحصل بكرة. نعم. وأنا أخشى أن تسيل مزيد من الدماء إذا تعرضت المسيرات الحاشدة التي ستقوم بتشييع الشهداء اليوم يوم غدا إذا تدخلت رجال الأمن. اليوم هو يوم المجزرة، يعني اليوم هو يوم الشهداء. نعم. أنا حضرت المستشفى وشفت كيف المئات من المتظاهرين يتم جلبهم إلى المستشفى وهم يدمون، وشفت الشهداء وآثار إطلاق النار على أجسادهم. أحد الشهداء كان مهمش الرأس بعد أن أطلق عليه النار عن قرب. المستشفيات كانت تنادي بالمتبرعين بالدم في أن يتبرعوا بالدم. كانوا الدكاترة في المستشفيات في المستشفى واقفين برا الشارع يعالجون الناس، وعلى اعتبار أن حكومة البحرين منعت سيارات الإسعاف بحمل المعتصمين من الجرحى ومن القتلى، وقامت بضرب المسعفين وقامت بضرب سيارات السواق سيارات الإسعاف. فطلع الممرضين إلى الشارع يستقبلون الجرحى في الشارع ويتم علاجهم. حتى أسرة الموجودة داخل المستشفيات تم إخراجها إلى خارج المستشفى. آلاف نعم. آلاف من الناس كانت مجتمعة مستشفى، آلاف من الناس كانت ذاهبة إلى حمل المزيد من الجرحى وجلبهم، وتعرضوا إلى الضرب وتعرضوا للاعتداء وإطلاق النار، وسقط الشهيد الثالث في ذاك الوقت. الآن هناك الكثير في المستشفيات. نعم. طيب. هناك سيد نبيل رجب. هناك فزع في الساحة. سيد نبيل رجب، ابقى معي. ينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف من المنامة النائب في البرلمان البحريني حسن الدوسري. سيد الدوسري، لماذا ذهبت الأمور في هذا الاتجاه؟ سمعنا وزير الخارجية البحريني يقول منذ قليل في مؤتمر صحفي أن يعني الشرطة أو الجيش كان يريد فقط إخلاء هذه الساحة. لماذا ذهبت الأمور عند هذا الحد؟ ولماذا أصلا استدعيت هذا لا الدوار بهذا الشكل؟ اولا احنا طبعا يؤسفنا ان يحدث مثل ما حدث. الحقيقه الجميع ابنائنا، الجميع مواطنين بحرينيين ولهم حقوق وعليهم واجبات. انا بغيت اصلح معلومه، الحقيقه اللي كان التدخل من قبل قوات الامن وليس الجيش. الجيش طبعا اتى بعد عملية إخلاء الدوار. إحنا حقيقة لا نعلم بالضبط شنو تفاصيل ما حدث داخل الدوار. التفاصيل طبعا حسب المصدر الأمني اللي سمعناه من خلال التلفاز، لأن حاولوا إخلاء الدوار والتحذير الصوتي ومن ثم بإطلاق الغازات، ولكن العملية داخل لا نعلمها الحقيقة، ولا نريد ولا نقدر أن نعطي تصاريح غير دقيقة وغير صحيحة في هذه الأحوال. أما بالنسبة عن العلاج في مستشفى السلمانية، لا أعتقد بأن هذا الأمر صحيح، ولا يمكن أن يتم منع. لا تعتقد أم أنت متأكد سيد الدوسري؟ لأن يعني هناك معلومات أخرى مخالفة. لا 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 لا، أنا لا أقول مخالفة، ولكن أقول أنا لا أعلم بالمعلومة ولا أستطيع أن أصرح بمعلومة أنا لا أعلمها وأكون مسؤول عنها. نعم. يعني داخل الدوار أنا أتحدى أي إنسان يقول أنه يعلم ما حدث بالضبط. ولا نريد أن فقط نطلق معلومات تؤجج. نحن الآن نريد التأهيل. هناك أيضا رجال أمن فقدوا حياتهم، وإصابات شاهدناها على تلفزيون مملكة البحرين بإصاباتهم جدا شديدة، ونحن نتمنى أن هناك العقلاء يقومون بتحليات الموضوع، والأمور يتم التواصل من حيث الجلوس على طاولة الحوار. طيب. إذا استمر الموضوع بهذا الشكل لن نصل إلى نتيجة، وأنا أتمنى قد أن مثل ما قال الأخ أن لا تسيل ولا نقطة دم. طيب، ابقى معي سيد الدوسري وأيضا سيد رجب. نستمع الآن إلى ما جاء في كلمة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، واعتبر حيث اعتبر أن ما يحدث في بلاده هو من نتائج أزمة ثقة بين الشعب البحريني والحكومة. لم يأتي جيش من أي بلد.
بلد خليجي. اللي صار هي مسألة حفظ النظام من قبل قوة الدفاع البحرين. حفظ النظام لمنطقة. ليس الجيش وعمره ما جيش مملكة البحرين أو قوة الدفاع وجهت أي سلاح أو أي. لا أقدر أقبل أي إيحاء أنه وجهت أي سلاح إلى المواطنين. هذا هو جيش البلد يحمي البلد ويصون مكتسبات ويصون مواطنين ويحقن الدماء في دائما في أي مشكلة. أرجو أن تكون النظرة إلى قوة دفاع البحرين هذه القوة الشريفة بهذا الشكل رجاء. المسألة ما فيها أن ما حدث محاولة إخلاء للدوار. ليس أرجو أن ننتظرون لها في إطار سياسي أن هناك أزمة ثقة. ليست هناك أزمة ثقة. متى ما كان في أزمة ثقة ما بين الحكومة أو الحكم والشعب؟